باسمي ونيابة عن أعضاء مكتب جمعيات المقاولين وأرباب المصانع بالمناطق الصناعية بالأسفي وجميع منخرطيها، أحيي الحضور الكرام تحية صدق وإجلال على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء الذي نجدد من خلاله التواصل مع كل الفرقاء، مؤكدين في الوقت ذاته حرصنا الدائم على الاستمرار في تدارس وتتبع كل الملفات التي تصب في خدمة المقاول وكذا المقاولة، سواء أكانت صناعية أو تجارية أو خدماتية، في إطار يضمن مصلحتها ويدعم نجاعتها بهدف النهوض بكل الجوانب التي من شأنها خدمة التنمية بهذا الإقليم والجهة. هذا الجدول ديال الضريبة كيتطبق ابتداء من 1/1/2020، إذا ما بقاتش 17.5% ولا 20%، وكاين 28% بالنسبة للصناعات اللي عندها واحد الحجم. بالنسبة لكوتيزاسيون مينيمال، هذا الكوتيزاسيون مينيمال كنا كنخلصوها وقتاش؟ الشركات اللي كتخلق جديدة ما كانت معفية من الضرائب في السنين الأولى، إذا كانت عندها خسارة ما كتخلص حتى شي حاجة، إلى العام الرابع بقات عندها خسارة كتخلص لكوتيزاسيون مينيمال اللي كانت فيها كانت قبل 0.5% افيك مينيموم ديال 3000 درهم. من بعد واحد الوقيته كان النقاش باش طلع 0.75%، حتى في المناظرات الصغيرة كنا كنقولوا اللي ما كيربحش ما خصوش يخلص، واخا تكون في العام الرابع ولا الخامس ولا العاشر، اللي ما كيربحش ما خصوش يخلص. ولكن هذا الكوتيزاسيون مينيمال هي من ديورا الكونس، يعني الا بقيتي كتخسر ابتداء من السنة الرابعة خاصك تخلص هذا الكوتيزاسيون مينيمال. اليوم محتاجين الحاسبين للمشاركة في هذه الجدول الهامة اللي غتطرق للمستجدات ديال القانون المالية 2020. هذا القانون اللي جاب مجموعة ديال التدابير الجديدة اللي كتخص الجدول ديال الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، كاين كذلك مجموعة من النقاط الجديدة دونك اللي نحاولوا نتناقشوا فيها مع الحضور، ومن بينها التدابير الإبرائية ولا التدابير الجديدة المتعلقة بالتسوية الطوعية واللي كذلك هي مهمة، وإن شاء الله يكون لقاء اللي يكون فيه تبادل في صالح المشاركين في هذه الندوة. الهدف هو بالأساس تحسيسي وتوعوي باش أرباب المقاولات والمهتمين بالشأن الضريبي يعرفوا المستجدات اللي كاينة في هذا القانون المالية. جينا في هذا اللقاء ديال الأسفي باش نقدموا ونساعدوا أرباب الأعمال ديال الجهة ديال الأسفي على القانون المالي ديال 2020، وأبين سوفت تتساعد الشركات باش التدبير وتسيير المقاولات ديالهم في جميع الحساب النطاق الحسابات والضرائب والصندوق الاجتماعي، يعني كاع البرامج اللي كتخص تسيير الشركه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.